عندك جميلة جدا، لكن الحاجات اللي انت عملتها عمر باينة الحمد لله. واضحة، يعني الحمد لله نشكر ربنا. طيب انت حاسس يعني ازاي بقى جت فكرة اوشن 14؟ لان انت قلت لي ان هو تركيبة فيلمين في بعض، طبعا مش يعني مش كربونة، لكن بشكل بقى مصري جميل. التركيبة جت ازاي؟ ولا انت اول ما حسيت ان انتوا ممكن التوليفة اللي في المسرح دي تتعمل في السينما وهتاخد نفس السكسس؟ لا هي ما جاتش كده. هي ما جاتش انه فيلم عشان خاطر نجاح مسرح مصر. الفيلم ده احنا مضيناه واتفقنا عليه تقريبا في اثناء سيزن 2 ما كانش شغال. اوكي. يعني ما كانش سيزن 3 ده نفسه بدا، ولا النجاح بتاع المسرح وصل للدرجه اللي احنا فيها دلوقتي. انت بقالك كام سيزن في مسرح؟ هم ثلاثه. هم بقى لهم ثلاثه. انا بدات معاهم من اول سيزن، دخلت في ثالث روايه او حاجه كده. كانوا قبلها هم عاملين مشروع تاني قبل كده اسمه جد جدا او حاجه كده، ده ما حضرتوش انا خالص. انا حضرت معاهم ابتداء من ما بداوا تياترو. طب انت فاكر اللي هو اتحول لمسرح مصر؟ انت فاكر كام مسرحيه عملتها تقريبا؟ هم عاملين حاجه اكتر لحد دلوقتي التوتال اكتر من 60. انا شخصيا فيهم كام هقول لك. يعني اول سيزن هم عملوا 21 روايه، انا عملت 7. تمام. تاني سيزن هم عملوا 24 روايه، انا عملت حوالي 11. السيزن اللي فات ده كان اكتر سيزن اشتغلت فيه، يعتبر 11 او 12 من ال 18 اللي اتعمل. طب ده يعني رقم كويس. كبير. كويس قوي. بس طبعا انا برضو اقلهم، لان انا شخصيا بقى ايه بقى يعني مش عارف ما يعني ما برضاش ايه بخاف ان انا اطلع في عروض كتير جدا فيبقى في عروض انا اقل من عروض، او ما يبقاش يعني دورك يعني دورك مقحم. لا 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 سيبك من دوري. يعني ما فيش بقى حسابات دور كبير وصغير جوه مسرح مصر. يعني انا ممكن ايه اتكلم في دوري واحنا في السينما او في التلفزيون. انا مثلا واخد خطوه فما ينفعش تديني مثلا دور ما يضرني. لكن جوه مسرح مصر ما فيش حسابات الدور دي، مفيش حاجه اسمها دور الرمين اكبر ولا لو قلت جمله يكفي. مش انا ده انا بعشق الحاجات اللي هي الجاجز اللي الواحد يخش نص دقيقه ودقيقه يهزر ناس تضحك واروح جاري. دي بالنسبه لي متعه يعني. تمام. فمش دي الفكره ان ايه الممثل طاقه. يعني ما هو مش شرط يبقى على طول مودك مظبوط على طول يبقى صحيح. والضحك ده رزق برضو يعني. أكيد طبعا. بس فالواحد تلاقيه بقى ايه مش مقلل، بس اللي هو على قد ما بقدر بقى لو في حاجه حلوه قوي اعملها ما فيش بقى ريح العرض اخش اللي بعده.